في حد على الترابيزه دي، في حد على الترابيزه دي رافض فكره ان احنا نصل الى حل دون ان نضطر للمزيد من الذهاب الى ساحات القضاء. عايزين نحل القصه. محمد عايز تحل القصه اه او لا؟ هو هنا في اختلاف على مين صاحب الحق. فاحنا عايزين نحل ولا لا؟ عايزين نحل. لا اكيد اكيد عايزين نحل، بس بالاعتراف بمن صاحب الحق. انا طبعا انا بس انا مش بالشخص طرح يعني. اقتراح في المكالمه الاخيره معانا على التلفزيون. ايوه لا هو تفضل مشكورا وقال مستعد نعمل تحكيم. انا قابل نجيب رئيس المحكمه الدستوريه العليا ورئيس محكمه النقد ورئيس محكمه استئناف القاهره. ده كلام عظيم. موافق ده كلام عظيم. اتفاق دلوقتي ده كلام. لو فيها مخالفه دستوريه تبقى مسؤوليه الامر الذي متعلقه بمجموعه قوانين. طيب انا هسال برضو استاذ محسن مره كمان. استاذ محسن، هل في حد في كل الاطراف؟ يعني كنت بسأل محمد محسن جابر، بسأل محمد رحيم، بسأل دكتور نادية، بسأل دكتور حسام، وطبعا بسأل حضرتك أولا، هل في أي رفض لمسألة الوصول إلى حل دون المزيد من إجراءات التقاضي؟ بالعكس أستاذ يوسف، أنا مؤيدك بقوة وبدون ضعف. حلو جدا. يعني أنا هطرح على حضراتكم يعني دي أخلاق بكلمك عليها، أنا بؤيدك دي أخلاق رعاية. طيب أنا هطرح على حضرتك يا محسن بيه، وهطرح على كل الحضور الكرام مقترح من الأستاذ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. الله عليك أستاذ حسين بيستأذن حضراتكم وحبيبنا كلنا وأستاذنا يعني. وبنتكلم هنا بقى على ايه؟ المظله الجامعه للموضوع. الله عليك يا استاذ. فاستاذ حسين بيقترح على حضراتكم او بيدعوكم بمنتهى الكرم انه تنوروه في مكتبه الاسبوع الجاي ونتفق على الميعاد. يا ريت طبعا. وحتى هو تفضل مشكورا وانه يعني ايه ويوسف كمان يبقى موجود. الله يا حبيبي تنورنا. يعني فاحنا شكرا يا استاذ حسين والله ربنا يكرمك. وش الخير يا حبيبي علينا. فبس انا باجي على غدا يعني انا يا حبيبي وانت وحشني قوي قوي. انا من انصار المناقشات ما تبقاش حاف. لا طبعا. ولكن يعني انا عايز اقول لك بس انت التقاضي ايه رايك؟ هنقعد كلنا في مكتب استاذ حسين نحاول نصل الى توافقات. انا اظن ان احنا هنوصل لتوافقات. ايه رايك يا استاذ محسن؟ احنا ورانا استاذ يوسف. انا مؤيدك واهلا بالاستاذ حسين. يعني حضن كبير لانه هو يعني الهيئه الوطنيه دي هي التي تضمنا كلنا، وانا ما عنديش اي مانع. وكما سبق ان يعني ان جلست مع الاستاذ اسامه الشيخ وسيادة الوزير السابق، انا طبعا يسعدني ان انا اقعد مع الاستاذ حسين. ومحمد رحيم احد المدعوين ومرحب اصلا بالفكره. طبعا ده متشرف وليس لي خلاف شخصي مع المدام. خلاص يبقى حضرتك وصديقي الجديد الاستاذ محمد محسن جابر، دكتور ناديه طبعا، دكتور حسام، هنبقى كلنا عند استاذ حسين زين رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام الاسبوع الجاي. هنتفق على الميعاد او اليوم والساعه. يا ريت نخليه الاسبوع اللي بعده يا استاذ يوسف، لان انا الاسبوع الجاي كله في الخارج. طيب يبقى هننتظر حضرتك. اه لان انت عارف ترجع بالسلامه برضه. يوم ليا لصلاح الشرنوبي بتكريمه، وانا صلاح الشرنوبي ده يعني طبعا 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 طبعا. خلاص يعني هنتفق، هنتوافق على ذلك. هنتفق ان شاء الله. هنتوافق على ذلك. ان يبقى الاتفاق مش بس ام كلثوم. على فكره احنا يعني صوت القاهره احنا عندنا تراث كبير جدا ومشاهير القراء ووراثتهم بنتعامل معاهم، ومطربين كتير. على فكرة ألبوم صوت القاهرة ألبوم ضخم جدا، أكبر ألبوم غنائي في العرب. حطينا أسس للتعامل، أعتقد ده هيريح الكل. أعتقد ده يبقى شيء جميل. ده هياخدني بعد اذن حضراتكم يعني طبعا انا كده ايه يعني هغلس على محمد شويه، اقول له هناخد كمان الحاجات بتاعه الشركه عندهم وكلام من ده، فتحط كله على بعضه. ليه يا جماعه انا بتكلم في ايه؟ ويمكن اظن، لا مش اظن، انا متاكد ان محمد هيوافقني. اتفضل. احنا التراث الغنائي والموسيقي بتاعنا انا اراه مهدد. طبعا انا اراه أيوة طبعا. مهدد طبعا. كل دول الدنيا عندها قوانين حاكمه يا سلام صارمه عليك. للحفاظ عليك. على تراثها الثقافي يا سلام بشكل يخض. ومن غير ما حد يزعل مني، احنا بددنا ثروه سينمائيه حصل تتاقل باغلى معدن نفيس في العالم. عشان كده بقول نحضن بعض بس شويه يا جماعه. ما تم تبديده في السابق الامريكان اللي هم بتوع الراسماليه المتوحشه. طب والنبي تسمعني، انا راجل ماركسي يعني يوسف، بس بتوع الراسماليه المتوحشه. طب اسمعني بقى في دي، بيحموا تراثهم السينمائي اكتر ما احنا. لا يا ريت، ده انا هقول لك على مصيبه هتموتك من الضحك يعني. ضحكني. لا وعيطني. انا كنت مره في لوس انجلوس والرحله خطها كده يعني راجع، المفروض هترجع على اسطنبول القاهره.
حصل موقف غريب قوي، انا ما كنتش متخيل الموضوع عمل كده. الطياره طايره فوق المانيا، هتطير مثلا ربع ساعه تلت ساعه لغايه ما تخش على فرنسا، مش عارف ايه المسار، لغايه ما توصل اسطنبول، ومن اسطنبول اجي على القاهره. ماشي. النص ساعه او التلت ساعه طيرتهم فوق المانيا، الانترنت كله بالخدمه بالانترتينمنت جوه الطياره كله اتقطع. الله، ليه؟ ليه بقى؟ قال لك يعني للاسف ترجمه الرساله بمعنى الطيران التركي. لا والله العظيم اقسم بالله، ومعايا سكرين شوت هبعتهولك. ده محمد محسن واضح انه عارف القصه دي. طبعا انا عندهم قوانين خاصه دي. يعني انت متخيل هتطير يا حبيبي بس من المجال الجوي، لا هتشوف فيلم ولا هتسمع اغنيه ولا هتستمتع باي خدمه من هذه الخدمات، لان الطيران مش متعاقد مع جمعيه الجيمه الالمانيه بتاعت الحقوق. بصوا يا جماعه، أنا واحنا لسه هنا بنختلف. هي مالكه ايه يا استاذ علي؟ الجمعيه دي مالكه ايه؟ مالكه حق الاداء العلني، احنا اعاده النشر. ايوه احنا عايزين ايه يا دكتور؟ وده مجال بنتكلم عليه برضه، اكيد متفقه معايا في ذلك، انا متاكد، زي ما محمد متفق معايا، زي ما محمد محسن متفق معايا، واظن ايضا يتفق معنا استاذ محسن جابر وهو لازال معانا على التليفون. احنا عايزين محدش في الدنيا يستخدم التراث الغنائي والموسيقي والفني والانتاج الفكري المصري على كل مستوياته. يا سلام عليك. الا باذن مصر. يا سلام عليك. واخد حقي. بس زمان كل واحد الصين بنت هرم. يا سلام عليك. وساعتها ذهبنا في اجراءات لم تكن قضائيه بقدر ما كانت وديه مع الصين، انه مش من حقك تعمل ده غير باذن. يا سلام. الهرم ده بتاعي. يا سلام. ما تبنيش هرم بلاستيك من غير اذن. الله الله. والحقيقه الجماعه الصينيين ناس محترمه ووافقونا، وكانت حاجه عظمه جدا. ده صحيح. طيب ده انا بتكلم على الهرم اللي بيطلع في كل الافلام بتاعت هوليوود يعني. أيوة. وبيطلع مش بتاعنا. أيوة. فما بالي بقى بام كلثوم وعبد الوهاب والست ورده. مصر كلها. مصر كلها. فاذا استاذ محسن، احنا ان شاء الله هننتظر عوده حضرتك بالسلامه. بالسلامه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. خلاص. وانا اشكرك وابارك الخطوه الجيده اللي حضرتك يعني ساهمت فيها مساهمه كبيره. وانا يعني اعتذر لمدام ناديه مبروك اذا قلنا موضوع التزوير، لكن هذا الكلمه دي مش خاصه بينا، هي طرحت المحاكم ليست عن طريقنا ولكن عن طريق ورثه السيده ام كلثوم. شكرا استاذ محسن. اشكر اشكر, أشكر الاستاذ ابراهيم الصديق والابن يعني من الابناء المخلصين والفنانين الكبار اللي الواحد دايما بيشاور عليهم وبيفخر بان في مصر. طب مش هتشكر محمد محسن جابر؟ احنا اللي نشكره. احنا اللي نشكره. قاعد اسد في الاستوديو يوسف. ما بيفوتش الفوته. شهر 6 السنه دي. وطبعا تحياتي للدكتور حسام لطفي. طبعا 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 كبير. طبعا في شهر 6 السنه دي انا كانت سعادتي لا توصف. كنت في باريس يا دكتور نادية. واهو بص يا حبيبي كده، ده قدام مبنى الساسين في باريس. اكبر عدد مبدعين مصريين، الشهادات اللي في ايدي دي شهادات تكريم وترقية واحتراف دولية لأكبر عدد شعراء وملحنين مصريين. الله. اهو وده الدرع بتاعنا اللي هو يعني المرحلة كانت يعني عشان اكبر منهم شوية في السن. الجماعة هم كلهم بص كام شهادة. ما تقولش اكبر في السن. لا يعني شوية، ما احنا لو انت جيل واحد يعني في السن.